أمي استوي الفطاير تبعوتك، أي كتير سخنين. هاتي 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 لقلك. على مهلك. ميرنا ليكي شو بده هاد؟ أكيد مو جاي يقعد، استني رح تصرف. زاهر استنى شوي. مرحبا ميرنا، أنا أجيت لأحكي معك شوي. رح أتصل بخليل. ما في داعي أخي. أمور تركت العجين بالمطبخ، فيكن تكملوه بدالي؟ يلا أمي خلينا نفوت. وأنت كمان. بتشكرك. نعم، بشو بدنا نحكي؟ الحقيقة كنت حابب أقول هالحكي لخليل، بس ما عم يحكي معي ولا عم يطلع بوشي. الحق معه، الصدمة كانت كبيرة. فجأة بيكتشف من التقرير مين هو أبوه الحقيقي. صار كل شيء بحياته كذب بكذب، والحقائق كلها عم تتغير، حياتهم قلبت على بعضها. هالشي بينطبق علي كمان، اللي عم يحسه خليل أنا كمان عايشه حتى أكتر منه. متشتت ومندهش. وأنا يا ميرنا أنا كتير زعلان. يا ترى ليش إجا هذا؟ أكيد في شي مشكلة. بلا صوت، اللي عم يقول لي روح موته. زاهر ليش مين اجا؟ واحد بده ميرنا. عم زاهر ليش معصب؟ مو معصب ولا شيء، بس هو عم يمزح. مزح زاهر مو هاي؟ اي مزح. اكيد بتعرفي قصتي مع سيما. ما بعرف، خليل ما بيحكي شيء بهالموضوع. ما رح يسامحني أبداً. بس هيك ما بيكون ظلمك. في شغلة واحدة رح أشرح له موقفي فيها وبرر له هالشيء قدام، بس مشان يسامحني. وأنا رح أحقق له هالشيء يا ميرنا. أنا رح خلي ابني يسامحني. ألو مات هولدينج، ما تفضل. أنا بدي أحكي مع مدحت بيك. خليك على الخط لو سمحت. خلص يلا هات الفرد لهون. خليه شوي معنا. قلت لك بس تخلص المكالمة رح أخده. ها؟ إيه ماشي. ألو؟ تفضل. بدي أحكي مع مدحت بيك. مدحت بيك طلع يا أستاذ، مين نقل له؟ أنا واحد رفيقه. إذا مو مصدقني سأل السيد عمر، أعطيته كتير معلومات. إذا بدك ساعدني وإذا بدك بلا، أنا رح سلم يلي قتل بابا ورح خليه ينال جسده. حروح على البوسنة. وقتها رح تجيب آخرته لمدحت قتاش بس ترجع. إمتى رح تروح؟